كيف أعرف مكائد الشيطان؟ وهل هناك علامات أو كتاب يفيد في هذا الأمر؟ كل أمر يخالف أمر الله فهو من أمر الشيطان، كل معصية، كل مخالفة فإنها من أمر الشيطان، كل ترك واجب من الواجبات فهو من أمر الشيطان. فأمر الشيطان كل معصية، كل معصية فهي من أمر الشيطان، وكل طاعة فهي من أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.